النادي الاهلي محمد هيثم عمل حاله مع فريق 2007 واحد من الهدافين، مع فريق 2005 واحد من الهدافين، ثلاث شهور بياخد اول بطوله ليه مع النادي الاهلي. محمد هيثم اللي اندمج مع النادي الاهلي سريعا دخل في الاجواء. هيثم برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن اسامه بيقول لي كمان صاحب هدفين مهمين في مباراه امبي المباراه السابقه. هيثم برحب بيك وبقول لك مليون مبروك بعد ثلاث شهور ليك بقميص النادي الاهلي بتتوج باول بطوله داخل جدران النادي الاهلي. الحمد لله، طبعا دي اول بطوله ليا مع النادي الاهلي وان شاء الله مش تبقى اخر بطوله، واحنا عملنا مجهود كبير في اخر ثلاث اشهر بعد ما انضميت الحمد لله في النهائيات في الدوري. الحمد لله قدرنا نكسب اغلبيه الماتشات وفزنا على امبي الماتش اللي فات، اتعادلنا مع امبي معلش، والماتش ده كسبنا النهارده في مقاولين 3-0 والحمد لله كسبنا الدوري. هيثم اللاعب الكبير او اللاعب الكويس بيفرض نفسه، انت ما خدتش وقت كتير جوه النادي الاهلي، اللي يشوفك ما يقولش ان انت بقالك 3 شهور في النادي الاهلي، انت من اول يوم خلاص اللعيبه كلها موجود معاها، لعيب اعتقد اللعيبه سهلت عليك، وانك احساسك كمان ان انت لابس قميص النادي الاهلي سهل عليك حاجات كتير جدا جوه النادي الاهلي. طبعا احب اشكر زمايلي طبعا والجهاز الفني، هم ساعدوني ان انا اندمج بسرعه، الحمد لله قدرت اندمج بسرعه وسجلت اهداف وكسبنا البطوله الحمد لله اهم حاجه. في مباراه امبي المباراه الماضيه كتير ما شاف يعني ما اتفرجش على المباراه، انت جبت هدفين، هدف منهم هدف من يعني الاهداف الحلوه اللي ما بنشوفهاش كتير، قول لي بيمثل لك ايه انك واحد من الهدافين سواء في فريق 2007 او في 2005؟ لا طبعا ده شرف ليا ان انا اكون بلعب مع اي فريق في النادي الاهلي 2007 2005، اللي النادي الاهلي يقول لي اعمله انا بلعب مع الفريق ده. ايه اللي انت حسيته مختلف؟ يعني انت دايما كنت يعني بره النادي الاهلي لعبت في انديه كبيره ولعبت في قطاعات كبيره، ايه اللي انت لقيته مختلف جوه النادي الاهلي يا هيثم؟ ان النادي الاهلي دايما متعود على الفوز، مش ينفع ما فيش حاجه عنده اسمها الخساره، دايما بيلعب لاخر دقيقه وبيكسب كل الماتشات. نقول هيثم خلاص خد الجينات الاهلاويه في الثلاث شهور دول؟ اه خلاص. توعد الجماهير بقى بايه ومستنيين منك خلال الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله اتصعد الفريق الاول واكسب مع الفريق الاول بطولات ان شاء الله. نشكرك يا هيثم وبالتوفيق باذن الله. سلام. كابتن اسامه